هو حيعرضنا لخسائر جدا وكبيرة، وخاصة انه احنا يعني كنا محرومين 4 سنوات من اداء مناسك العمرة، ونحن الان بهذه الشركات وضعها المالي صعب، وما صدقت انه يفتح الموسم في نهاية 2019 وبداية 2020، يعني بدأ يخفف عن الأزمة المالية اللي بتعود على هذه الشركات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2014. هذا بالنسبة ما يخص المعتمرين، لكن هو الحصار موجود من عام 2008 أو ما قبل 2008. إيه هذا أمر صعب جدا. نتمنى أن يعود الموسم ويصير إشغال ويلبي حاجة المواطنين وحاجة الشركات اللي وضعهم المالي صعب جدا. صحينا الصبح على خبر أن السعودية وقفت دائرة الحج والعمرة لأهل قطاع غزة وللدول العربية المجاورة، فكان خبر صادم جدا لنا، لأنه إحنا يعني أكثر حاجة بننتظرها إنه نزور النبي ومن زمان، إنه أكثر من 5 شهور بنستنى هذا اليوم إنه إحنا نطلع، لكن والله انصدمنا الصبح لما سمعنا إنه وقفت. وإن شاء الله السعودية هيك بتكون خبر مؤقت وبفرجوا عنا، لأنه إحنا أهل غزة بالأخص في وضع يعني نحتاج الدعاء، لأنه خزلنا من جميع الناس من جميع الدول. وإن شاء الله الله بوعدنا وبنزور النبي وبندعي غاده والله يفرجه علينا وعليهم، وإن شاء الله الله بيسلمنا من هالمرض وبيسلم شعبنا والشعوب العربية كلها.